السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى النهاردة بقى نتكلم عن شوية حاجات كده بسيطة يعني هنبدأ نتكلم عنها، بما اننا بقى ماشيين كده والجو يعني بدأ يتحسن في الأدوية. فتعالى نتكلم مثلا عن البرمجة برضه، بأنها هي أهم حاجة، لأن احنا مينفعش نطلع نتكلم في أي حاجة كده وخلاص. فإن شاء الله أنا حبيت إن احنا مثلا هنتكلم عن البرمجة، وهنختص بالكلام دلوقتي. هنبدأ مثلا نتكلم عن بعض لغات البرمجة زي الجافا سكريبت، وان شاء الله انا قررت ان انا هبدأ اتكلم عن 450 سؤال مع بعض احد اصدقائي عن الجافا سكريبت، بنتناول كل حاجة. اعتقد 450 سؤال دوت ممكن يكون لمين كل حاجة عن الجافا سكريبت، ونبدأ يعني من خلال المناقشة والزملاء برضو نبدأ نستشف ونبدأ نكتشف، عشان تبدأوا حضراتكم تقدروا تعرفوا الجافا سكريبت ديت بتتكلم عن ايه، او ممكن نقدر نتناول فيها ايه، بحيث ان انت تستفيد ويكون في افادة ان شاء الله هتكون للجميع، مش هتكون لشخص واحد بس، فجميع الناس هتقدر تستفاد من الكلام ده. بحيث ان جافا سكريبت هي مش لغة برمجة عادية، جافا سكريبت يعني هي لغة دلوقتي منتشرة، او هي اللغة دلوقتي اللي هي بتكون تالت لغة انت او اول لغة برمجة انت بتبدأ تتعلمها بعد ال HTML او ال CSS. يعني انت لما تيجي تعمل ويب سايت، الويب سايت دوت انت لما بتيجي تازم تعمله لازم بتكون بتعمله عن طريق تلات لغات برمجة، او في البداية انت بتبدأ تتعلم اول لغتين. فجافا سكريبت دي بتعتبر اول لغه برمجه ليك كانت راجل هتبقى مثلا ويب ديفلوبرز كفرونت اند، لان انت عندك الويب سايت دوت لما بتيجي تعمله هو متشق الاثنين، ويب ديفلوبرز فرونت اند ويب ديفلوبرز باك اند. فلما تيجي انت هتكون هتشتغل، قررت ان انت هتكون ويب ديفلوبر فرونت اند، فانت بالتالي هتكون محتاج تفهم كويس جدا عن الجافا سكريبت، لان ال HTML و CSS اعتقد ان هي مش هتواجهك فيها صعوبات كبيرة قوي زي ما انت هتبدأ تحس ببعض الصعوبات اللي هتقابلك في الجافا سكريبت. فمن هنا لازم نبدأ بقى نأكد على الجافا سكريبت، لان لها بقى فريم ووركس ولها لايبراريز وحاجات كتير، تمام؟ فده برضو ان شاء الله هنبدأ نتكلم فيه عن لغة الجافا سكريبت احنا وبعض الزملاء. برضو هنتكلم باللغة العربية وهنطرح السؤال باللغة الإنجليزية، وإن شاء الله تكون حاجة كويسة وتفيد الناس. ودايما كده يا رب نكون بنقدم حاجة لمجتمعنا، نكون في أحسن حال. أنا مش هعمل إديتور للفيديو دوت، أنا هنزل فيديو زي ما هو كده، ويا رب يكون نفعكم وينفعكم، وإن شاء الله تكون الفكرة تفيدكم، وان شاء الله يكون 450 سؤال اللي ان شاء الله هنبدا نشتغل فيهم او نبدا اشتغل عليهم مع الزملاء او مع نفسي كمان يفيدوكم. ومش هقدر اقول غير ربنا ينصرنا، ولا تنسوا اخواتكم في جميع الارض المظلومين بالدعاء، وينصر كل مظلوم على وجه الارض باذن الله تعالى، وبالاخص الفلسطينيين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.